السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديو ديالي في تمام الصحة والعافية، ويلقاكم هانيين مهنيين. اليوم غادي ندوز معكم النهار ديال الكوزينة، فاليوم عندي بزاف ما يدار، وغادي نشارك معكم كل شيء هادشي اللي غادي نصوب. فهاد الكيكات هادو صايبتهم، ما غاديش نشاركهم معكم. الا عجبكم الكيكات، الا عجبكم خليو ليا في الكومنتير، واكيد غادي نشارك معكم، راهما غير كيكات عاديين. اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله الرحمن الرحيم، بعد ما فقت وفطرت، فاول حاجه غادي نبدا بها فهو الغداء. يعني غادي نسبق الغداء، غادي نحيدو، غادي ندير دجاج في الفران. يعني غديوه سهله وبسيطه، وهكا باش ما تشدش ليا بزاف ديال الوقت. فانا اليوم ناويه نبقى واقفه في الكوزينه من الصباح حتى العشيه، لان ضروري خاصني نوجد شي حوايج مع مرات خويا يلاه ولدات، وغادي باغي نحضر واحد شويه ديال التريد هكا باش نديرو رفيصه النهار الاول، وغادي عندي بزاف ما يدار، فغادي نشارك معكم تقريبا كل شيء. دابا غادي ندوز باش نحضر هاد الدجاج اللي خديت ليه واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، واحد جوج درويصات ديال الثومه، واحد الضويمه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. الحار كيبقى اختياري، اللي ما بغاش ما يديروش. واحد شويه ديال العطريه ديال الدجاج او عطريه ديال الشاورما، ونص معلقه ديال الخرقوم عرق، ونص معلقه ديال سكينجبير. كتعرفوا الدجاج كيبغي سكينجبير، فهاد الدجاج هذا عادي هكا باش ما غيشدش ليا الوقت. صافي غادي ندير الدجاج عادي، وواحد نص معلقه ديال التحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر، كل واحد كيفاش كيسميه، والملح واحد شويه ديال السمن، واحد نص معلقه صغيره ديال السمن. يعني حتى هو اللي ما تيبغيش ما يديروش، كتعرفوا السمن كيعطي واحد النكهه للدجاج. واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا، وغادي نخلط هاد العناصر هكا مع بعضياتهم. كما كتلاحظوا هاد الدجاج ما غاديش ندير فيه الماء نهائيا، فهو غادي يطيب غير بهاد الشرموله هادي وبهذيك واحد شويه ديال الخضيره فقط، هو اللي غادي يطيب فيهم. غادي نزيد واحد شويه ديال الصوص صوجا، واحد نص معلقه صغيره ديال صوص صوجا هكا باش تخلطوا ليا العناصر مع بعضياتهم. وغادي ندوز ناخذ دوك الطريفات ديال الدجاج، وغادي نلبسهم هكا بهاد العطريه هادي. فالدجاج كيبقى على حسب الافراد ديال العائله، وكل واحد يدير يعني القياس ديال الافراد ديال عائلته. صافي غادي ندوز انا ندير هكا هاد الطريفات، غادي نلبسهم مزيان هكا بالدجاج بالعطريه عفوا. صافي هاد العمليه هادي يعني من الاحسن الواحد يديرها هكا واحد جوج سوايع قبل، او حتى في الليل والصباح يطيبهم، فهكا كيشربوا ديك العطريه وكيجي لذيذ. وكتعرفوا الدجاج يعني كل ما رقدتيه اي حاجه، كل ما رقدتيها بكري في ديك الشرموله هذا، فاكيد غادي تجي لذيذه. فانا درتهم في نفس الوقت، لان ما عنديش الوقت، يعني ما كانش عندي الوقت باش غادي نجبدهم هكا في الليل ونشرملهم، فانا درتهم توت سويت، وغادي نطيبهم يعني مباشره من بعد ما غادي نوجد هادشي كامل. صافي غنحطهم هكا هذاك الدجاج ديالي جانبا، وغندوز باش نحضر زعلوك اللي غادي نرافقو مع الدجاج. غخديت انا واحد الفليفله هنايا، وثلاثه ديال الميطيشات، واحد شويه ديال الدنجال، كيبقى على حساب الافراد ديال العائله ديالكم كيما كنقول لكم. صافي كنحيد ليه هذاك الرويز الفوقاني، صافي كنحيد لهم هكا، وغادي نخوي عليهم واحد شويه ديال الزيت العاديه، يعني زيت الروميه، وغادي نشعل عليهم في الفران هكا، العافيه تكون عليهم من الفوق. صافي باش دغيا يتشواو ليا وما يشدوش ليا بزاف ديال الوقت. اسمحوا لي على هذا الصداع هذا. صافي غادي ندخلهم دابا هكا الفران حتى يتشواو، وندوز باش نكمل معكم الباقي ديال الطريقه.
غادي ناخد شويه، نقطع شويه ديال البطاطا اللي غادي ندير مع هاد الدجاج هذا، واحد المطيشه وبصيله هكا باش يطلقوا لي داك الماء ديالهم، وهكا باش نلقاو ما غادي ناكلو مع هاد الدجاج. فما عنديش الوقت انا باش غادي نبقى نصوب الفريت ونصوب بزاف الحوايج، هكا غادي ندير البطاطا مع هاد الدجاج باش غادي ندوز باش غادي نحضر حوايج اخرين. غادي نقطع انا البطيطات صافي، الا ما بغيتوش هاد البطاطا يعني ما تما ماشي ضروريه تقدروا تستغناو عليها، ماشي ضروري الواحد يدير بطاطا. فانا غادي ندير هكا بطاطا لان عندي وليدات خويا وبليد بناتي غادي يلقاو هكا باش غادي ياكلوا مع هذاك الدجاج. غادي نقطع هكا البصيله عشوائي غادي نقطع هاد البصيله وغادي نقطع البطاطا دوائر صافي. غنقطع هاد البطاطا هكا دوائر تكون رقيقه شويه باش دغيا طيب ليا وما تشدش ليا الوقت في الطياب مع ما غاديش يكون لا ما لا والو. صافي غنكمل انا التقطاع ديال هاد البطاطا كامله وعاد باش غادي ندوز نشوفو التوابل اللي غادي نديرو معاها. تقدروا تكتفيو غير بهاديك اللقمه اللي بقات لكم لتحت، وانا غادي نضيف ليها واحد شويه هكا يعني احنا كنقلبو دائما على اللذه. صافي غادي نقطعها هكا كما كتشوفوا دوائر يعني شويه رقيقه. نغسل يديا، غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر شويه غير واحد شويه، وغادي ندير شويه ديال العطريه ديال الدجاج اللي بقات ليا، واحد راس معلقه ديال السكينجبير، واحد شويه ديال الهريسه حتى هي اختياريه صافي. وغادي نحاول نخلط هاد البطاطا هكا باش تدخل ليا فيها ديك الشرموله اللي ديك العطريه اللي درت. كنحاول ندخل فيها العطريه مزيان حتى تلبس ليا كامله بهاد العطريه. تقدروا ديروا غير بطاطا هكا تقطعوها وديروا عليها شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار هكا وشويه ديال الهريسه وتخويو عليها شي واحد القطيره ديال الزيت وتدخلوا الفران، فحتى هي كتجي زوينه بحال الشكل ديال الفريت وكتجي ناشفه وكتجي زوينه كتجي لذيذه. صافي غادي نقاد انا هكا المول ديالي كامل نعمر البلايصات اللي كيكونوا خاوين باش يجيني هكا الطبق مقاد. نقاد دائما وغادي ندوز باش غادي نقطع ديك المطيشه حتى هي. غنغسل يديا ونرجع باش نقطع ديك المطيشه هكا حتى هي دوائر. كنحيد ليها واحد شويه ديال الماء. هاد المطيشه هكا حتى هي باش تطلق ليا ديك الميه ديالها باش غادي فين غيطيب ليا هاد البطيطات. صافي ندوز دابا نستف داك الدجاج ديالي يعني نقادو فوق الدجاج، وكنحاول نقاد هكا نوزع داك الدجاج ديالي. صافي ونكون مشعله الفران من قبل يعني تكون سخون الفران. صافي غادي نغطيه دابا بالبابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران تقريبا واحد المده ديال ساعه حتى لساعه ونص غيكون الدجاج ديالي طاب اكيد. صافي غادي ندوز نغطيه انا وندخلو الفران ونتلاقاو باش نكملو الباقي ديال
الطبق ديالنا والباقي ديال المرافقات اللي غادي نرافق شطيده. غادي نخوي واحد جوج معالق تقريبا ديال الزيت الروميه، الزيت البلديه عفوا، ونغطيه وندخله الفران. صافي كما كتشوفوا الدنجال ديالي والفليفله ها هما تشواو، يعني كيجيو دغيا دغيا كيتشواو، ما كيشدوش الوقت، وكيجي هذا الزعلوك هكا بهذه الطريقه كيجي لذيذ. كتجي تقشري الفلفله دغيا كتقشر لك، ويعني وما فيهاش بزاف ديال العذاب. كيعجبني انا الزعلوك بهذه الطريقه، وضروري البنات جربوا هذه الطريقه وردوا عليا الخبر فلا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها اكيد، يعني حيت راها ساهله وكيجي لذيذ. يعني من هادشي كامل يعني اللذه حاضره. صافي غادي نقطع انا هكا هاد الفليفله ديالي، قطع هكا رقيق، كتشوفوا يعني ساهله ودغيا كتقطع. صافي غادي نقطع هكا الفليفله، نقطعهم وندوز ناخذ المقله اللي غنطيب فيها، نقشر حتى الدنجال حتى هو ساهلين دغيا، راه كيتقشروا هكا بالسهل. واللي تيبغي شويه ديك القشره هكا ديال الدنجال يخليها، فانا كتعجبني شويه هكا يبقى الدنجال فيه شويه ديال هاد القشره كتعجبني. غادي نحيد شي حاجه وشي حاجه غادي نخليها، لانه كيعجبني انا الدنجال كتبقى فيه ديك القشره وهداك اللون هكاك كيعجبني. صافي غادي نكمل انا هكا التقطاع ديال هادشي كامل. صافي كيولي يجيك ماشي كيجيك دغيا كيتقشر دغيا كيتقطع، هو ديجا راه بحال تقريبا طايب، يعني ما غاديش كاع يطيب بزاف من بعد مشوي مزيان بحال طايب. غادي نقشر هذيك الميطاشه حتى هي كما كتشوفوا غير كتلحقي ليها كتقشر لك وطابت. صافي غادي نقطعه وغادي نحيد لي هذيك الماء ديالها ما غاديش نخليه. صافي غنقشرهم كاملين كما كتشوفوا، راه هما ماشي كنقول لكم ماشي صعيب في التقشير، ماشي صعيب في الخدمه ديالو، سهله 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 بزاف. صافي كنقطع وكنحيد ديك المويه اللي كتكون هكا ما عدناش بها الغرض. صافي غنكمل انا التقطاع ديال هاد الشي كامل وعاد نتلاقاو باش نشوفوا اللقامه اللي غادي نديرو فيه. صافي غنكمل انا التقطاع نتلاقى معكم باش نوريكم شنو غادي ندير فيه. فكل شيء كيتقشر غير بالسهل. نكمل انا ونرجع معاكم. فغن ملي قطعت هادشي كامل غادي ندوز نضيف ليهم
واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، كتعرفوا زعلوك تيبغي الكمون، وغادي ندير واحد معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، وغادي ندير مليحه ضروري، الملح كتبقى على حسب الذوق، وغندير شويه ديال الخرقوم، يعني هذا اختياري، اللي ما تقدروا ما ديروش، يعني ماشي ضروري. صافي غندير واحد شويه ديال الحار يعني او الهريسه، شويه ديال الابزار والقزبر والثومه، واحد جوج طريوز ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الهريسه، زعلوك تيبغي شويه ديال الحار، كيجي لذيذ كيعطي واحد اللذه. صافي وغندير واحد شويه ديال زيت البلديه، وغادي نديرو فوق البوطه يطيب، نقص عليه ونخليه حتى يطيب مزيان، هو راه ديجا طايب، راه غير غادي يزيد باش يتعلك. هكا غادي نحك واحد جوج ترويصات ديال الثومه. صافي وغادي نخليه حتى يطيب، وعاد غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الخل. صافي غادي نشعل عليه ونخليه يتشحر على خاطره. وفي هذه اللحظه هذا من اللي الزعلوك تيطيب، فانا حضرت شليده، الزعلوك راه هو طاب حتى هويا وطفيت عليه، ودابا حضرت شليده عاديه، كتعرفوا شليده الخس والمطيشه والخيار كيبقاو، هاد الشليده يعني هكا طريه الصيف هذا، اي حاجه تكون هكا بارده وطريه فهي مهمه بالنسبه لهذا الصيف هذا، كتعرفوا بنادم كيبغيش يغلق بزاف في الصيف يعني كيقلب هكا على شهيوات اللي خفافين وكيكونوا باردين. صافي هاد الشليده هادي خيار ومطيشه والخس، ودرت معاهم واحد البصيله صغيره حتى هي بيضه، وقطعتهم وغادي نحط هكا في الطبيصلات، وجد الطبيله ديالي صافي نحط هكا في الطبيصلات، وندوز نوريكم الشكل ديال الزعلوك كيفاش حتى هو كيجي. فقط كنشارك معكم شاركت معكم الغديوه ديالي وصافي، وقبلوا عليا، فانا كنبغي نشارك معكم اي حاجه كنديرها وصافي. ما تبارك الله وصل عن بيره، كل واحد كيعرف اي واحد، دابا حتى واحد ما بقى ما كيعرفش، يعني كل شيء كيعرف اي حاجه، غير فقط كنبغيو نشارك معكم اشنو درنا والافكار ديالنا وصافي. فغادي نوريكم زعلوك كيفاش جا، هذا هو الشكل ديالو، غنقرب لكم الصوره باش تشوفوا الشكل كيفاش كيبان. صافي كما كتشوفوا زعلوك راه كيجي لذيذ وكيجي زوين، وقلت لكم راه الاضاءه عندي ما واضحاش، يعني ما كتبينش الحاجه على حقيقتها. غادي نحط هكا طبيصلات حتى هما ديال الزعلوك، اللي بغى يدير غير الدنجال والمطيشه يديرهم كاع، ما يديرش ديك الفلفله، هذيك الفليفله بالخصوص ملي كتكون مشويه كتعطي اللذه، انا كتعجبني شلاضه بالفلفله والمطيشه، يعني هذه هي الشلاضه المفضله عندي، تجي زوينه ديك الفليفله والمطيشه. صافي غنحط هكا طبيصلات ديال الزعلوك، وغادي ندوز نشوف الدجاج، ضروري راه هو طاب، فحتى هو غادي نشوف كيفاش نوريكم كيفاش جا. صافي كنشاركوا معكم هكا، انا درت غديوه بسيطه وسريعه باش هكا ما تشتش ليا الوقت دغيا دغيا نحضرها. شوفوا فغادي نحيد هكا، حيدت هاد البابي الومنيوم الدجاج، وغادي نخليه هكا كما كتشوفوا، يلا خرجتو من الفران باقي سخون تيشوي.
كيكون هذا هو الدجاج ديالي، درت ليه واحد شويه ديال الحامض، واحد شويه ديال القزبر من الفوق، صافي غادي ندوز نحطه في الطبله ديالي. هذه هي الطبيله ديالي، يعني الدجاج والشليضه ديال الخس ومطيشه والعويصير. قرب ليكم باش تشوفوا، يعني راه غير قلت لكم غير اللون ما كيبانش مزيان، راهو محمر ولكن في الصوره سبحان الله ما كيبانش اللون ديالو الحقيقي. فهذه هي الطبيله ديالي، نتمنى من الله تعجبكم. صافي دابا غادي نتغداو ونجمعوا الطابله، وعاد غادي ندوز باش باغي نحضر شي حاجه هكا، واحد الحريشه الكوطي وغادي نشاركها معاكم. وغادي نصوب واحد الحرشه، غادي نلبي الطلب ديال واحد الاخت المتتبعه سميتها فاتحه، اللي كانت قالت لي باش نعاود نصوب الحرشه حيت سبق ليا وحطيتها في القناه. فبالنسبه لهاد الحرشه هذه غادي ناخذ واحد القبيصه ديال الملح. هاد الحريشه هادي واحد السيده كانت طلبات مني باش نعاودها ليها الحرشه، حيت واحد النهار درتها وقالت لك عاودي لنا الحرشه، فعاودتها على ودها. واحد البيضه، جوج المعالق ديال السنيده، اللي ما تيبغيش الحلاوه ما يديرش السنيده. صافي غادي نحرك هكا غير بالفوي، او معلقه. وغادي ندير واحد نص كاس ديال الزيت، او كاس ديال الحليب، يعني العبار دائما بكاس ديال العنبه. وغادي نجيب واحد الخماره لانني ما حطيتهاش هكا مع المقادير. صافي وغادي ندير تقريبا واحد جوج كيسان ونص حتى لثلاثه الكيسان ديال السميده رقيقه، فانا العبار خايضه عيني ميزاني، وانتم عبروا بالكاس ديال العنبه. غادي ندير معها واحد الخماره. صافي غادي نحرك هكا غير بالمعلقه او بالفوي، يعني ما غاديش نبقى نحرك بزاف. هذا الخليط هكا كيجي جاري، يعني حرشه سائله. صافي غادي نحرك مزيان كما كتشوفوا، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيكون. صافي بالنسبه لهاد المقادير ديال هاد المقله، هادي هكا صغيره، يعني المقله متوسطه، واللي بغى يدير مقله اكبر من هادي فقط غادي يزيد يضيف واحد نص كاس ديال الحليب هكا، ويضيف واحد نص كاس ديال السميده. صافي وغيكون هذا هو نفس المقادير والعبار ديال مقله كبيره. صافي غادي نديرها هكا، والمقله ضروري تكون مدهونه مزيان بالزيت ومغبره بالسميده رقيقه مزيان. صافي كنديرها هكا في المقله وكنشعل عليها، العافيه تكون متوسطه، وبني كتبدا كندوز واحد المده ديال واحد جوج دقائق شنو، فكيبداو يتكونوا فيها واحد الفقاعات هكا، فكنحاول نرشهم بالسميده من الفوق باش ما يتكونوش ليا وما تجيش ليا الحرشه في هذاك التقابي. فضروري ديك العمليه ديال انكم ترشوا عليها السميده من الفوق مزيان، ترشوها من الفوق هكا مزيان كاع الجوانب وكلها، كتحاولوا ترشوها باش ما كيتكونوش لكم فيها دوك الفقاعات. وضروري العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش خفيفه. الا كانت خفيفه كتجي الحرشه قاصحه، والا كانت مجهده فغادي تحرق لكم الحرشه ديالكم، فكتكون العافيه متوسطه. صافي وكنرش هكا السميده من الحرشه ديالي كامل، وكنخليها تكمل الطياب ديالها. صافي ملي كنحس بها هكا شدات وكتبان ليا طابت هكا من التحت، يعني ملي كتمسيها من الفوق كتلغيها بدات كتقصح، فكندوز هكا الموس هكا بالجوانب باش نشوفها واشنو لاصقه ولا لا، فهي راه كتزول يعني بالساهل هكا. صافي كندور عليها الموس هكا مع الجناب، وكناخذ شي حاجه اللي كتكون قاده، يا اما شي خشبه اللي كنقلبوا بها بحال هذه،
او شي صينيه او طبسي اللي يكون مقاد، وكنقلب هكا. يعني انا قلبتها قدامكم باش تشوفوا الشكل. صافي طابت من تحت، كنرجع هكا المقله فوق البوطه وكنعاود نرجعها هكا غير بشويه كما كتشوفوا. فانا ما قطعتش فيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنقلبها. فالاخت قالت لي ورينا الطريقه بالتفاصيل، فانا شاركت معكم الطريقه بالتفاصيل، ما قطعش الفيديو نهائيا. صافي كنحطها هكا ومره مره كنحركها بحال هكا باش كطيب ليا مقاده، وكنحس بها طابت كنعاود نقلبها. فباقى شويه يعني خاصها الطياب، غادي نعاود نرجعها حتى تكمل الطياب ديالها، وغادي نوريكم الشكل ديالها من بعد. ودائما العافيه كما كنقول لكم تكون متوسطه. صافي ملي طابت قلبتها كما كتشوفوا، انا غنقرب لكم، كتجي محمره وكتجي هاد الحرشه زوينه واقتصاديه، يعني ما فيهاش شي مقادير، وهاد المقادير دائما كتكون متوفره عندنا. تتوجدي الصينيه ديالك والبريريد وكتنوضي تصايبي ديك الحريشه، يعني ما كتاخدش منك الوقت بزاف نهائيا. فالشكل ديالها كيجي زوين، والمذاق ديالها حتى هو كيجي زوين، وكتبان محمره وطيبه من جوانب ومن كل شيء. فغادي ندوز باش غادي نقطعها ونوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتكون. صافي غندوز دابا باش غادي نقطع هكا الحرشة ونوريكم كيفاش كتكون من الداخل. يلا حيدتها، راه دابا باقا سخونة، غادي نقطعها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها كيفاش كيكون. فغادي نقطعها كامله هكا، وعاد غادي ندوز نوريكم كيفاش تجي من الداخل ديالها. فالبنات هاد الحرشه مفضله عندي، كنصايبها كل مره، يعني كتجيني سهله وكتجيني زوينه يعني في المذاق ديالها. واي حاجه الواحد كيصايبها في دارو فكتكون زوينه احسن من داكشي اللي كنشريوه من الزنقه. كتعرفي راسك شنو غادي تاكلي واشنو طيبتي. فغادي نجيب واحد الطبيسيل ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كتكون من الداخل. غادي نقرب ليكم، فهاد الحرشه هادي كتجي زوينه صراحه، وراه كتصدق من اول تجربه، يعني اي واحد جربها فغادي تصدق معاه من المره الاولى ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشكل ديال الحريشه ديالي، كتجي زوينه وكتجي لذيذه وسهله ماهله، يعني ما فيهاش كاع بزاف ديال الخدمه. صافي من بعد ما درنا الكوتي سالينا، فانا ناويه ندير تريد وغادي نشارك معكم. فانا عجنت هكا الفورس والقمح، يعني من النوع الممتاز كما كتشوفوا العجينه راه ولات كتجبد، يعني دلكتها وغطيتها بالبلاستيك وخليتها تقريبا واحد المده ديال نص ساعه. كما كتشوفوا العجينه ولات طايعه، فانا ما شاركتش معكم الطريقه ديال العجين لانكم كلكم كتعرفوا الطريقه ديال العجين. طريقه عاديه، عجنت العجينه ديالي بحال اللي غنصوب المسمن عادي، شويه الفرص وشويه القمح، يعني درت القياس انا بحال بحال. وانتم الا بغيتوا ديروا يعني من الاحسن ديروا الفورس كيكون غالب على القمح هكا باش ما كيبقاش يتقطع لكم من العجين وكيجي مزيان. غادي ندوز انا هكا نشكل هاد الكويرات هكا بالحجم ديال المشمشه صغيورين، باش منين غنورقهم ما يجيونيش كبار كبارين على المقله اللي غادي نخدم بها. فغادي نشكل انا هكا هاد الكويرات كاملين. كتشوفوا العجينه راها مطلوقه كما درتي ليها كما كتبعك. صافي غنشكل انا هاد الكويرات ديالي كاملين كما نوريكم، يعني راس غيورين. فانا ناويه تبرا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير واحد القصريه ديال
تريد باش غادي نديرو فيها رفيسة، لان مرات خويا ولدات وغادي نديرو ليها رفيسة الاولية ضروري، ديك الرفيسة ديال النهار الاول ملي غادي تخرج من الكلينيك. وغادي نشارك معكم طريقة، وما غاديش نشارك معكم الرفيسة كاملة لانني سبق ليا وحطيت معكم الرفيسة في القناة. فاللي بغى يشوف الطريقة ما عليه الا يرجع للفيديو، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ويشوف الطريقة كاملة. فانا شاركت معكم رفيسة وما كنت شاركت معكم الطريقة ديال التريد، ودابا غادي نشارك معكم الطريقة ديال التريد كيفاش كندير ليه، ونتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديالي. صافي، من بعد هكا غادي نشكل الكويرات كما قلت لكم، يعني كامل هاد العجينه هكا غادي نشكلها باش نغطيها ونخليها حتى هي ترتاح باش تجيني ساهله في الطليق. فديروهم صغيورين هكا باش ما يلاه كيجيكم هما هادوك باش ما يطلقوا مزيان ويجيو لكم على قد المقله اللي غادي تطيبوا فيها. صافي، غادي نشكل انا هادشي كامل وعاد نتلاقى معكم باش نكمل معكم باقي ديال الطريقه. فخليكم مع الفيديو حتى نرجع باش نتلاقى معكم باش نكملوا الباقي ديال الطريقه ديالنا ديال التريد. صافي، هكا نكمل كامل وغادي نغطي بواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح واحد المده ديال ساعه ولا جوج سوايع على حسب حتى تساليو، وباش هكا كيطلقوا لكم مزيان. صافي، وكتجيكم ساهله دغيا دغيا كتشكلوهم، ما كيبقاوش كيعذبوا كيوليو مطلوقين. كندهن هكا الوجه بالزيت صافي وغادي نغطيهم. صافي، من بعد ما خليت العجينه تقريبا واحد المده ديال ساعه ولا جوج سوايع، يعني قلت لكم الوقت اللي كيناسبكم حتى تساليو على خاطركم، عاد دوزو بداو تشكلوا فيهم هكا باش يجيكم ساهلين. صافي، درت انا المقيله ديالي تسخن اللي غادي نخدم فيها، تكون هكا سخونه مزيان، وكندهن بالزيت كما كتعرفوا، راه كلكم كتعرفوا كيفاش كتوجدوا. غير وكان هاد التريد هذا راه ما كتستعمليش فيه الزيت بزاف، يعني ما كيضيعش لك بزاف الزيت، هكا كيجي حسن من داك المسمى المربع كتقيطوي وتشكليو، يعني كيهز لك بزاف الزيت. فهذا كتخبزي واحد الكميه كبيره ولكن بلا ما كتحتاجي بزاف ديال الزيت. صافي، كنورق هكا العجينه مزيان حتى كيبقى يبان ليا السطح العامل، يعني ركزوا دائما على الجوانب وطلقوها مزيان هكا باش ما تبقاش لكم غليظه من الجناب. صافي، المقله ديالي سخنات، دابا غادي نرش هكا بشويه ديال الزيت وغادي نبدا كنخبز. صافي، هكا كنحط الوحيده دغيا دغيا كطيب، والعافيه تكون متوسطه يعني ما تكونش مجهده بزاف هكا باش ما يتحرقوش ليكم. صافي، كنقلبها وكندوز نشكل عاوتاني الاخرى اللي غندير فوق منها. فانا ما غاديش نقطع الفيديو، غادي نخليه هكا بشويه باش تشوفوا الخطوات بشويه بشويه. صافي، كنشكل عاوتاني نفس الطريقه، يعني كنبرك عليها هكا من الجناب مزيان باش ما كتجينيش غليظه. بهاد الطريقه يعني كتوجدي واحد الكميه اللي كبيره دغيا دغيا كتحضريها ما كتوحليش فيها. صافي، غنرش عاوتاني ودائما كنقلب، يعني البلاصه اللي كتكون من تحت هي اللي كنرمي عليها، هي اللي كدير عليها، وكنجبد هكا الجوانب باش تقاد ليا فوق الاخرى اللي حطيت من قبل. صافي، وكنقلب كما كتشوفوا، راه كتشوفوني ما كنرش الزيت بزاف، يعني راه غير وحده كطيب وحده ومعاهم رقاقين، فكيجيو تقريبا هكا بحال الشكل ديال الورقه، كيجيو رقاقين بزاف. وانتم الا بغيتو ما تقطعش لكم نهائيا ف كثروا الفورص، حيت الفورص ما كيخليهاش تقطع. انا كثرت القمح، كتعرفوا القمح كيجي زوين هو بالقمح، غير هو ملي كتكثري القمح كيولي شويه كيتقطع لك العجينه. صافي، كنقلب هكا نفس الطريقه دغيا دغيا تيطيبوا. صافي، ونحط الاخرى فوق منها
كنحط الجهه اللي من هي الاولى، وكنبدا كنجبد هكا في العجينه كتبعني يعني كتجبد صافي. كنرش هكا غير شويه ديال الزيت وكنقلب وكنبقى نستمر هكا عاوتاني بنفس الطريقه. غادي نحضر معاكم واحده اخرى باش تشوفوا الشكل. فانا غادي نخلي هكا الفيديو خدام باش تبقاو تشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. صافي كنحط عاوتاني الاخرى بنفس الطريقه وكنجبد دائما كنجبدوا العجينه من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى حتى كتقاد لكم فوق الاخرى. صراحة البنات غير جربوا بهذه الطريقة، راها سهلة وزعما كتقتصد لك في الوقت، يعني اللي كيكون ما عندوش الوقت فهذه الطريقة راها سهلة واصلا كتجي زوينة. يعني غير جربوا بهذه الطريقة ما غاديش تندموا عليها الا جربتوها، فضروري الا جربتوها غتبقاو دائما غتستعملوها نفس الطريقة، يعني لانها سهلة بزاف ما كتاخرش لكم كما قلت لكم الوقت بزاف، ودغيا دغيا وكتكون العجينه مطلوقه يعني ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه. صافي غادي نعاود نطلق بنفس الطريقه واحده اخرى، وديما تكون هكا يدكم خفيفه شويه في العجينه. جبت شي حاجه باش غادي نقلب هكا باش ما نبقاش تحرقني المقله. كي اللي تيطيب على المقلة على المقلة تيقلبها وتيطيب، فانا كنقلب ان نطيب هكا عادي حتى المقلة مقلوبة كتجي زوينة، يعني كتكون ما عندهاش ديك الجوانب هكا ما كيحبسوكش. صافي غنكمل انا هكا عاوتاني كنطلق الاخرى حتى كديري واحد الستيفه اللي هي كبيرة، ودائما كنقلب وكندير الاخرى اللي كان هذه كتبان ليا باقا ما طاتش من جهه، فكنقلبها اللي كتبان لكم ما طيباش من جهه كتعاودوا تقلبوها. صافي دائما ركزوا على الجوانب باش ما يجيكمش هكا غلط، كيما كتشوفوا راه كتبان ليا الرخامه من التحت، يعني كنبقى نورق فيها حتى كتبان الرخامه كتشوفوها رقيقه بزاف. صافي وكنقلب وكنستمر هكا حتى نكمل هاد الشيء كامل اللي عندي بنفس الطريقه فوق كنبقى نطيب، واللي كتبان ليا ما طيباش كنقلبها بحال هكايا باش تعاود طيب من الجهه الاخرى. فهما راه غير وحده كطيب وحده، غير بعض المرات شي وحده هكا ما كتكونش طابت فكتقلبيها. غادي نستمر هكا تنكمل الكميه اللي عندي كامله، ودائما كنستعمل هكا نفس الطريقه، يعني تنقلب وكنرش غير شويه ديال الزيت وكنرمي وحده فوق منها صافي حتى كنكمل كما شفتوا. فكيبانوا مرخيين وكتبان هاد التريد هذا كيبان صراحه كيبان زوين من الخبيز ديالو كتعرفيه راه هو زوين. صافي ما قطعت لا فيديو لا والو وخليتكم تتبعوا معايا الخطوات خطوه بخطوه حتى غادي نكمل انا هاد التريد كامل. فانا اليوم خصصته خاص للكوزينه هكا، ومن بعد غادي ندير لكم واحد الطويره في العروبيه تشوفوا الدنيا كي دايره تما غير شويه. والى عجبتكم خليوا لي في التعاليق ونبقى ندير معكم هكا لقطات من العروبيه ملي كنمشي للدار ونصور لكم هكا لقطات. صافي غنكمل هكا.
حتى غنكمل هاد الكمية كاملة. فخليكم مع الفيديو، خليكم تتابعوا الخطوات. فوخا الفيديو طويل فهكا غادي تستفدوا احسن، وغادي يعني تشوفوا الخطوات واحدة بوحدة هكا، باش منين تبغيو تجربوا الطريقة تجيكم سهلة، يعني ما غاديش تجيكم صعيبة. فخليكم تتابعوا معي الفيديو حتى النهاية.
طولت عليكم الفيديو بزاف، ولكن هكا باش تشوفوا الطريقة. فأنا درت الفيديو طويل هكا خاص باش بنادم يشوف هكا الطريقة، وشوفوني كيفاش خبزت هاد الكمية كاملة، يعني في دغيا دغيا بعدا في وقت قياسي كما كنقولوا، يعني دغيا دغيا، يعني ما خدرش ليا كاع الوقت نهائيا بزاف. صافي، فكما كتشوفوا نتوما غتبعوا معايا الفيديو، فمجرد ما غتشوفوا الفيديو انا غنكون انا ساليت هذيك الكميه كبيره، ماشي كاع الوقت بزاف. شو كندير يعني بزاف هكا، حتى ل 20، حتى على قدر اللي هزات لك هكا المقله، حتى تولي تجيكم ثقيله ومتبقاش تقدروا تقلبوها عاد باش تحيدوا كلشي في مره هكا، باش كتبقى وحده كطيب وحده، وحده كطيب وحده، وكل ما خليتي هكا الكميه كبيره كل ما كيجي زوين داك التريد، وكيجي ما كيبقاش بحال كطيب غير البخار، كيجي زوين. صافي، غنكمل انا هادشي كامل كما نقولوا، انا كنقول لكم غنكمل هادشي كامل ونرجع معكم، فغادي تشوفوا معايا الفيديو كامل وشحال خبزت ديال التريد. صراحه انا كتعجبني هكا دغيا دغيا كتحضري بالزربه بالزربه، يعني ما زعما ما كياخدش لك داك الوقت، وكتبقاي تخمي، وخاص لي ملي كديري داك المربع خاص لي يحل، خاص لي يقطع، خاص كديريه رقيق، خاصو إيه ما يجيش غليظ من الجناب، يعني كتبقاي وكتعرفوا ان المسمن ديال الفيسه الا ما كانش رقيق فملي كديري فيه البلول ديالو هذاك الشيء كيولي معجن، يعني ضروري خاص هاد التريد هذا فهو السر ديال الرفيسه. الا كان التريد زوين ولا المسمن زوين فاكيد الرفيسه غادي تجي زوينه، ولا كان المسمن خايب واخا ديري ليها لاصوص كيف ما درتي، واخا زعما ديري القوام هو هذاك، فدار المسمن كيلعب واحد الدور كبير في الرفيسه، يعني خاصو يكون زوين ويكون رقيق ويكون يعني معجون بالقمح والفورص هكا باش كيجي ما كيجيش معجن. صافي، غادي نبقى هكا كتشوفوا راه هي من الهزه كيبان لكم راه هو محلول وزوين. صافي هكا حتى نهايه الكويرات اللي عندي. صافي كما كتشوفوا ها هو دابا غنحاول نحلهم، يعني اي وحده كيكونوا فكتحطيهم كتحطيهم يعني كيكونوا مجموعين هكا، كنحاول نحل وحده مع وحده، غادي نحلهم كاملين وعاد باش غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي نقطعهم الشكل كل واحد كيقطعهم كيف ما بغى.
فكنحل انا نقلبهم كاملين واش كلهم محلولين ولا لا. فكما كتشوفوا نقرب لكم، يعني راها مرقيق بزاف بزاف وكيجي صراحة كيجي زوين بزاف. صافي كنحاول نحل هادشي كامل، نحلهم وحده وحده، يعني راه كيكونوا كتحطيهم مجموعين كتبقاي تقلبي وتحليهم كاملين. صافي كنحل كل شيء هادشي، كنقلب من تحت هداكشي الاخر اللي يكون شي وحده تكون باقا مجموعه مع اختها، كنقلب مزيان حتى غادي نحل كل شيء هادشي كامل هكايا. راه هما مفكوكين كل وحده بوحدها، غير وكان ملي كتحطيهم كتحطيهم مجموعين هكا كتقلبي لما يسقى لك وحده مع وحده، وملي كيبردوا بزاف ما كيبغوش يتحلوا، ولكن هما راه هما مفكوكين زعما وحده وحده. صافي دابا غادي ندوز نقطعهم، يعني كل واحد كيقطع بالطريقه اللي بغى، اما تقطعيهم هكا عشوائي، انا صراحه كيعجبوني هكا نقطعهم عشوائيين، وكاين اللي كيبغي يقطعهم عاوتاني هكا بالمقص، فكتلوي هكا وتقطعي بالمقص، فتا هما كيجيو الشكل ديالهم هكا كيجي زوين، حتى المقص كيعطيهم واحد المنظر. وانا صراحه كتعجبني عادي، كيعجبني نقطعهم تقطيعه عاديه هكا نحلهم، فاللي بغى يدير هاد الطريقه حتى هي كتجي زوينه، كتحليهم بالمقص او كتاخدي المقص وكتقطعي تقطيع عادي عشوائي حتى هوايا هكايا. صافي ساهل دغيا كيتقطعوا، وكل واحد كيدير الطريقه اللي كتناسبه يعني والشكل اللي كيبغي، فانا راه كنقطعهم صراحه غير عادي. هذا هو الشكل كما كتشوفوا، نقرب لكم ها هو تقطع ملي كتقطعيهم هكا طوالين، فما كنصحكمش تقطعوهم صغير بزاف، عاوتاني كتجي عاوتاني معجنه، يعني خاصكم تقطعوهم شويه هكا كبير باش كيبقى المنظر ديالهم زوين، وكيبقى الشكل واخا كتديري فيه مبلول كيبقاو زوينين. صافي هذا هو المسمن ديالي كامل، يعني باقي شي وحدين ما قطعتهمش، راه واخا كيتقطع هكا من مع كثره القمح راه كيجي زوين. كما كتشوفوا البنات راه محمر غير وكان اللون راه ما كيبانش مزيان. وهذا هو التريد ديالي، قصريه تبارك الله وصل عنبي عامره قاد متول تبارك الله، زعما كيجي زوين بزاف. شوفوا راه غير الشكل ديالو راه كيبان محمر، غير انا راه قلت لكم التصوير ما عنديش الاضاءه مزيانه في الكوزينه. فنتمنى من الله يعجبكم وتجربوه بالطريقه ديالي وتردوا عليا الاخبار، فكيجي زوين 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 بزاف. وخا نهيا نشكر لكم فيه ما غنوفيش لي حقه. ودابا غادي ندوز باش غادي نصب هكا الرفيسه اللي وجدت لهداك التريد، غادي نصب واحد الرفيسه بالدجاج البلدي، فما غاديش نشارك معكم الطريقه كامله. بالنسبه لهاد الرفيسه غادي تستعملوا معلقه ديال سكنجبير كبيره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال راس الحانوت، الملح، زعفران حر، جوج دويمات ديال الزعفران، والعطريه ديال الدجاج، والابزار، وضروري السمن، واحد معلقه كبيره ديال السمن. فغادي ناخذ هكا الفانيليا غادي نخدم فيه. البنات هذا الدجاج اللي عندي راه بلدي، هاي وحده اللي روميه، كتعرفوا الدجاج البلدي كيكون لذيذ يعني شاكل راسو. صافي غندير هاد القامه كامله اللي ذكرت الا الزعفران زغبه، لانني غادا نخليه حتى نسخنو غير شويه هكا ونحكو بنات يديا. صافي غادي ندير هاد القامة كاملة في البانيو، وغادي ندير واحد المعلقة ديال السمن، كتعرفوا السمن والسمن بلدي، يعني هادشي كلشي طبيعي وبلدي، فأنا اليوم زعما مدايرين هادشي طبيعي، وكتعرفوا الدجاج البلدي والزبدة يعني مختومة على اليد، ما غنعاودش لكم، ما غاديش نشكر لكم. صافي وغادي نضيف ليه شوية ديال الماء هكا ونخلط. غادي نضيف الملون، لانني انايا ما غاديش نستغنى دابا على الملون، اللي ما تيبغيش راه ما يديروش، فانا في هاد الركيسه هادي غادي نديرو هكا باش تعطينا داك الملون، اللي ما كيبغيش يعني يقدر ما يديروش.
صافي غادي درت الماء وغادي ناخد داك الدجاج ديالي، راه باقي شويه مكونجلي، فانا هادشي كندير فيه دابا في الليل هكا باش الصباح يصبح مرقد ليا وواجد، غير غندير نوض وغادي نصبو ان شاء الله الرحمن الرحيم. فما غاديش نشارك معكم انا الطريقه كامله، فقط غادي نشارك معكم غير بعض اللقطات حيت سبق ليا وحطيت الرفيصه في سير الله عليك. غادي نخلي لكم الرابط لا من هنا ولا غنجي اسفل الفيديو، كل اللي بغى يشوف الطريقه بالتفصيل فيمكن ليه يدخل الفيديو ويشوف الطريقه بالتفصيل. فغادي ندير لي قامله لهاد الدجاجات هكا، كتشوفوا راه باقي ناقصين شويه، يلا خرجتهم شويه من الكونجيلاتور هكا الصباح غير صبحو مطلوقين وشاربين لي قامه، غير صبحو نيت هما هادوك. الدجاج راه كل ما كترقديه كل ما كيجي لذيذ، وخصوصا ملي كيكون بالليل. مولي مبين صافي، غادي ندير لهم هاد الدجاجات كاملين، غادي نرقدهم صافي، غادي ندوز عليهم كاملين هكا من الوسط وندخل فيهم ديك العطريه. يلا نقادهم هكا ونخليهم ليله كامله، لانهم غنطيبهم حتى الغدا ان شاء الله في الصباح، فغنغطيهم ونخليهم هكا حتى الصباح ونتلاقى. دابا راني الصباح هذا رديتهم، كتشوفوا واحد الريحه طالعه معاهم ما نعاودش ليكم، واحد الريحه غزاله. ودابا غندير لكم واحد الدويره هكا في العروبيه، تشوفوا كي دايره الدنيا تما، غادي نوريكم هادشي على برا. صافي غندوزو لدابا لهاد البلايصه، كتشوفوا كان ملفن كيزرعوا فيها البطيخ والقرعه والسلاوي الفكوس، ولكن هاد العام زعما صراحه ما كايناش الشتاء، كتشوفوا الدنيا ناشفه مسكينه، شوفوا هاد القريعه هكا غير صغيوره، هادشي كيجي زوين كتشوفوا هانتوما هو السلاوي، ولكن هاد العام ما عرفتش مسكينه زعما صراحه العام عرفتي ملفن، ما كاينش كتشوفوا هانتوما القريعه هادي داك البطيخ البلدي ملف كيجي زعما زوين وملف كيجي شهوه منه، ولكن هاد العام كتشوفوا الدنيا كدايره كلها كرمات، الاصل كيكون زوين يعني ملف عرفتي هذا كيفاش كيجي، ما غنعاودش لكم كبير وزوين وطبيعي ولكن يعني ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه، كيجي زوين يا ربي ترحمنا زعما صراحه. كيما كتشوفوا هذا كتشوفوا الفكوس ها هو، فملف يجي هاد الشيء غير على مزيناتو. هادي وحده كبيره كتشوف هاد البعويده مسكينه حتى هي صغيوره ومنوضه، شوف الدنيا كلها كارمه، فغادي نسقيوها مسكينه دابا، واخا كاين الماء هادشي كرم زعما داك الماء شويه تا هو حار، ماشي داك الماء حلو، الماء ديال البير شويه ما حار، فمولف هادشي زعما واخا بلا ما مولف كيجي زوين. هاد الخريف مسكين ماتت ليه الام ديالو، ومسكين كيجي هكا لهاد البلايصه وينعس كيتسنى الرضاعه، مع الوالده كتعطيه الرضاعه مسكين ديما كيجي هنا وكيبقى يتسنى. هاد الخير هذا جبناه من العروبيه، جينا بحالنا جبنا معنا هاد الشيء، جبت هاد القريعات هكا هادو ديال الحليب، اطر ونص اطر ونص يعني 3 اطر ديال الحليب، حليب طبيعي، وهادو لبن، هاد القرعه حتى هي ديال اللبن، وهاد البوديزه حتى هي لبن، ما غنعاودش لكم على اللبينه من شغل يديكم واحد اللبينه خاطره في العوض اللي نخويه في كاس كاسه كنوريكم غير في الغليقه، فهاد اللبينه مني تبرد غتجي يا سلام واحد القصريه كسكسو، ما غنعاود لكمش زعما ديال تحمير الوجه اللبينه واش من اللبينه. وغادي نوريكم ديك القريعه اللي جماعت من هذيك البلايصه، واخا راه ماشي شي قرعه كبيره يعني باقا ما كبرتش، هي اصلا الا بدات كتنوض وبدات كتكرم، فكاينه هاد القريعه هادي هي ديك اللي كنقولوا ليها الرطيليه، هذيك اللي كتكبر هكا وكتجي حلوه، فهي هادي باقا ما كبراتش، وكاينه هاد الماركه هادي يعني هذه هي القرعه الحمراء، ديك القرعه الحمراء ملي كتكبر حتى هي وكتولي كبيره، هذه باقا صغوره، هذه حتى هي رطيليه. وجبت مهم كاع الانواع جبتهم، جبت الفقوس هكا الفقوس جبت فيه الصغير والكبير الموين، الفقوس هكا كبير
جميع الانواع ديال الفكوز جمعتهم اللي لقيتو تما جمعته. هو صغير يعني الفكوز الغليظ الصغير الكبير كلشي مخلط العشبه صافي جبت هكا على زوينات. وبالنسبه لهاد الفكوز هذا كيعجبني دوك الصغيرات هما اللي كيعجبوني انا بحال هادي كتعجبني زوينه يعني كيعجبوني انا هاد الصغيرات هاد هكا كتسميها وتاكليها وتكون مغسوله وكلشي ما غنعاودش لكم زوينه وفتيه. فهذا هو الشيء اللي جبت. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وما تنسوناش دائما من اللايك واشتراك في القناه وتبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ولا بغيتوا شي حاجه خليوها لينا في التعاليق واكيد غادي نشاركها معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا نالوا اعجابكم. والسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.